ما تنساوش تديروا جيم للفيديو وابوني للقناة، هكذا باش يوصلكم جديد اللي دور في الجزائر. وهذه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، تقدروا تتواصلوا معنا في بسم الله الرحمن الرحيم. لخطورة الوضع بالنسبة للكورونا فيروس، اليوم قررت أنني أقدم هذه الشهادة وأتكلم على وضعية الكورونا فيروس، لأن أمس خرجت شهادة قوية ومن عالم قوي. منذ بداية وباء كورونا وأنا أتابع كل الأبحاث التي تخص هذا الفيروس، لقد كانت يعني لدينا معلومات كثيرة ولكن لم يكن باستطاعتنا أن ننشرها، وهذا لعدة أسباب حتى لا نروع شعوبنا وأسباب أخرى. أما اليوم لا يمكن ولا أستطيع أن أخفي معالمته، وهذا حتى يتسنى لكل شعوبنا أن يحافظوا على أنفسهم أكثر من أي وقت مضى. في آخر جانيوري كنت في سفر لأوكرانيا، وبعدها مباشرة جلست في دبي حين ارتفعت رقعة الفيروس، وبعد ظهور حالتين في دبي ونظرا لبعض الأبحاث مباشرة علمت بأن هذا الفيروس سوف ينتشر بسرعة، وما علي إلا الرجوع إلى فرنسا. كان عندي علم بأن هذا الفيروس متحول، الميوتيشن، وهذا من الصعب إيجاد الدواء بسرعة. أمس شهادة قوية كما قلت في البداية من عالم قوي اسمه ليك مونتاني، هذا أستاذ عنده جائزة نوبل لاكتشاف لفيروس الإيدز وهو السيدا. شهادة قوية بعيدة كل البعد عن الضغوط. إن نوعية الفيروس الطبيعي الذي هو موجود في الخفافيش لنكلمه حاليا من فيروس كورونا، أضيفت إليه قطعة جينية من فيروس الإيدز وهو فيروس السيدا. ولما طرح عليه السؤال من عمل هذا، قال لا أعرف من عمل هذا ولماذا. إذن هذا الفيروس ليس فيروس طبيعي، وإنما عمل ناس علماء محترفين غيروا منظومة هذا الفيروس. هم علماء في الموليكولر بيولوجي، بيولوجيا الجزئية. ويقول الأستاذ مونتاني لا أعرف بالذات لماذا عملوا هذه التغييرات على الفيروس الأصلي كورونا، وقال أنا هنا أعرض فقط ماذا حدث ولا أتهم أي جهة من الجهات ولماذا عمل هذا. بالنسبة لي أرادوا أن يصنعوا لقاحا لمرض الإيدز. إذن ماذا عملوا؟ أخذوا قطعة من الفيروس الإيدز ولصقوها مع الارانا، يعني تاع القطعة الكبيرة لفيروس كورونا. بمعنى أحسن يعني أن الفيروس كورونا يحتوي على قطعة من فيروس الإيدز داخله. نعم الأمر خطير وخطير وخطير. هذه شهادته، هو الذي يحكي هذه الأمور مش أنا. بمعنى آخر حتى تفهمون، الأيرن لكورونا فيروس حبل طويل أعطيكم وفيه قطع. إذن ماذا عملوا؟ عملوا قطعة من تاع الفيروس الإيدز وأخذوها وألصقوها في وسط هذا الحبل، وهذه القطعة ليست صغيرة فقط وإنما لها القوة في التأثير. كان بعض العلماء علموا بهذا، يعني علموا ولكن تلقوا تهديدات وضغوطات كبيرة بعدم النشر. الدليل أن في فرقة أبحاث هندية، يعني حوالي أكثر من عدة أسابيع، يعني فرقة معترف بها عالميا، بعد كشفها لهذه الخطورة أن فيه قطعة من الإيدز موجودة في الفيروس كورونا، حضرت منشور وأرادت أن تنشره، لكن مع الأسف بالضغوطات منعوهم من النشر. كان سكوت لبعض العلماء في البداية، ثم بدأت الأمور تنكشف بعد ارتفاع عدد الوفايا. لما طرح السؤال على الأستاذ مونتاني وأنت لماذا لا تتكلم ولم تتكلم، قال أنا باعتباري حائز على جائزة نوبل للطب لن يؤثر علي ولا أحد، يعني أنا بإمكاني أستطيع أنشر كل أبحاثي بأي طريقة ولا واحد يعني يقدر يأثر علي. ولما سئل لماذا لم تتكلم قبل كل هذا، قال كتبت وأرسلت، اكتفى في هذا. يعني
يبقى دائما الأمر غير مقنع بالنسبة لنا. أريد أن أقول هو أيضا كانت عليه ضغوطات وعدم الكلام في السوشيال ميديا، وأقول أنه بدأ الكلام أمس فقط لأنه رأى أن بعض الدول العظمى بدأت ترفع أصواتها بأن فيه مشكل فيه أن فيه خبايا من طرف الصين، فهو يصرح الآن يعني حتى لا يترك للآخرين مجال النقد ضد شخصيته. يعني قبل ما يتكلم هو كان الرئيس ماكرون قال يوجد أشياء حدثت ولا نعرفها، كذلك قال مايك بومبيو رئيس الدبلوماسية الأمريكية قال سوف نعمل بحث وتحقيق على طريقة تفشي هذا الفيروس والذي أعطى كل هذه الكوارث في العالم. الولايات المتحدة نفسها تكلمت بصراحة بأن هذا الفيروس هذا خرج من المختبر بوهان الصين. كل هذه البيانات ظهرت خلال الساعات الماضية، يعني الأربعاء الماضي المساء لما خرجت في فوكس نيوز، يعني شيء آخر مهم في مقالة في واشنطن بوست أيضا، بأن السفير الأمريكي في بكين يعني حذر الدولة الأمريكية في 2018 بأن مختبر في ووهان ليست لديه كل الوقاية الكافية لدراسة أنواع كورونا فيروس يعني عند الخفافيش. لا يقصد أنهم متهمين عملوا الكورونا فيروس، وإنما ما كانت عندهم وقاية كافية بالنسبة للمختبر. كذلك مايك بومبيو طرحت عليه أسئلة على المقالة التي كتبها قبل والذي تكلم فيها على أن الفيروس خرج من نفس المختبر الذي تكلم عنه في 2018. إذن الحذر ثم الحذر. نرجع لقول مونتاني. مونتاني قال أن هذا الالتصاق بين قطعة فيروس الإيدز مع كورونا فيروس ليست طبيعية، بالفعل مش طبيعة اللي عملت الفيروس كورونا من الخفافيش واندمج معها فيروس الإيدز، وإنما هو عمل مفتعل. هذا قول مونتاني، عمل مفتعل بيد إنسان في فيروس كورونا. يعني حبل يوجد حوالي 30,000 جين مثلا، والتي تحتوي على كل حال أقل من 1,000 قاعدة، وهي عبارة عن تلاصق قطعة قطعة مع قطعة، يعني حتى تفهموني، وفي هذه القطعة توجد قطعة من الإيدز داخل. وعندنا في علم بيولوجيا الجزيئيات يعني مولكيولر بيولوجي بإمكاننا عن طريق الحاسوب أن نجد كل ما نريده في هذه القطعة الجينية سواء فيروس كورونا أو غيره. نعم يوجد فيروس الإيدز في فيروس كورونا، ولكن غير كافي للإصابة بمرض الإيدز. هذا قوله. على كل حال ما يقوله اليوم الله المستعان على الذي سوف يحصل، هل مرضى الإيدز سوف يزيد أم لا، هل سنصاب أم لا؟ والله أصبحنا لا نصدقهم، يعني أصبحنا اليوم أمام بشر غير أمناء. أرجع دائما إلى قول مونتاني، المهم اليوم أننا نعمل الفحص لكورونا بعد الشفاء، وفي نفس الوقت لما ننتهي نفحص هل فيه موجود ليزونتيكور بمعنى ليزونتيبودي أجسام مضادة، لما نعملها يعني حتى نشوف وحتى يتسنى لنا الإصابة بالإيدز أم لا. نرى أن بعض البروتوكولات لعلاج كورونا اللي موجودين فيها يعني بالإضافة إلى إيدروكسيكلوروكين فيه عقار يعني يستعمل إضافي في مرض الإيدز، كانوا أضافوه ولكن لم تكن عنده فعالية جيدة. لماذا عمل؟ نتساءل نفسنا. إذن البلاكينيل حاليا الحمد لله أنه يشفي، ولكن هل شفية؟ هل مرض جديد سوف يأتيه؟ لهذا اليوم الصين في منصة الاتهام، هل هي أيضا يعني ضحية من الخطأ أم لا؟ السؤال طيب نسأل أنفسنا، طيب الفيروس غير من أجل تصنيع لقاح ضد السيدة، ولكن كيف خرج هذا الكورونا فيروس كوفيد 19 من المختبر؟ كيف خرج؟ تردد هنا الأستاذ مونتاني تردد كثيرا وتجنب الإجابة للسؤال الذي طرح عليه كيف خرج، وفي النهاية اكتفى فقط بقوله بأن واحد من العمال نقل العدوى. هذا هو كلامه بالتفصيل ليس كلامي. الحين ماذا يجب أن نصنع؟ علينا أن نأخذ كل الحذر، أن نبقى في بيوتنا،
لأننا ليست لنا الكفاءة كيف نقاوم هذا الفيروس. والله المستعان. إذن نوصي كل حتى يعني حكامنا أننا يأخذون الأمر بجدية، وأن يأخذوا الأمر أيضا من علمائهم. أيضا عندنا علماء رجال علم يأخذوا برأيهم ويبحثوا أيضا ويشوفوا ما هي مضعفة الفيروس. إذا انتهى فالحمد لله، وإذا لم ينتهي لازم نقابل هذا الفيروس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وبارك الله فيكم. ما تنسوش تديروا جيم للفيديو، أبوني للقناة هكذا باش يوصلكم جديد لدور في الجزائر. وهذه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، تقدروا تتواصلوا معنا.